السلام عليكم، معكم سبايدر. رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. اليوم يا جماعه المقطع راح يكون ردة فعل على لقطات غريبه ومستحيله صارت مع لاعبين فورتنايت، ومنها شخص قدر انه يجيب 84 كيل باقل من 10 ثواني. مستوعب هذا الشيء؟ فلا تنسى الاشتراك وتفعيل التنبيهات. اهم شيء انك تفعل التنبيهات عشان توصلك المقاطع الجديده اول باول، وخلونا نوصل هذا المقطع لاكثر من 40,000 لايك. وبس، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك. صحيح، كود الايتم شوب HMX اذا كنت حابب انك تدعمني. خلونا نبدأ. اوكي، من بدايتها. هاي اللقطة بعرفها. يا ربي، شوفوا 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 امال كيف طار باستخدام السيارة. اوه ماي جاد يا اسطورتي. هاي اللقطة بعرفها لاني ضفتها بمقطع الجلتشات. انا هيك ردة فعلي ما راح يعني ما راح اتفاجأ فيها، بس اسطوري، حركة اسطورية. وات، هذا جمع سيارات اللعبة كلها. اوه يا اسطورة، مستحيل ما تكرش اللعبة، مستحيل. راح يفجر الكل. كم سيارة فجر؟ في 50 سيارة. اوكي يا جماعة، بعتقد هي اللقطة اللي راح اجيب فيها الكلات. اوكي، اول كل. عد 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 عد. واتو 84 كل بالفعل، تقريبا اقل من 10 ثواني. واو، طبعا اكيد هو مسوي سيرفر خاص وجمعهم ورا بعض وبسيارة الفيراري. يا اسطورتي على الفكرة يا عمي، السيارات والله رهيبة. سحبت كلامي، غيرت رأيي من بدايتها. ما عدلكم رهيبة. مين راح يموت اول؟ وحظ فرقت على، يعني هيك الارض كانت اعلى من الثانيه، حظ. اوكي، هل مجهز فخ البنزين مختبئ؟ واحد راح يجي. اوكي باللحظه هي يا اسطوره، ما عادنا نسويها، ما زبطت معنا اسطوره. مع سياره. بوتات، شوف البوتات راح تموت. اوكي، لا شو اللي صار؟ فجرت السيارة وقت دخل. هاد ما له حظ، خلص ما لا تلعب، ما لك حظ، لا تلعب ولا تسوي شيء. اوكي كفو. اوه يا اسطورتي، طبعا حظ، شفتوا كيف طلع امامه وهو عم يضرب حتى بالسكا. كفو، حتى هي اللقطة الثانية نفسها عم يضرب على اللي فوق، طلع الله يرحمه. اوكي صوت. حمي بهالشات قال لي معفن، حمي لعلك. اوكي عم ينتظر اللي يجي. يلا يا اسطورتي انزل، بس في هرم، ما راح ينزل. لا والله راح ينزل. على فكره ولا مره سويتها لاني بنسى اسويها، هي الحركه رهيبه بس بنسى اني اسويها. اوكي الكراشبات غلط، لا تمام، كانه طار مسافه عاليه. طور السنايبر. يلا يا اسطورتي، كفو، لقطة حلوة والله، لقطة حلوة. كأنه نفس الشخص، نفس الشخص. كفو والله حلوة هاي الحركة، انك تنتظر لآخر شيء وتضرب، بالفعل حلوة. صوت لانشر صح؟ الله يرحمك. بتجيبه؟ معقول يا اسطورتي. هلا شوف، اوكي انت لعبك عادي، بس اللي معه اللانشر غبي، يا اما انه عم يرقص وعلقت معه الرقصه. هذا فكرت تحت المياه. اوكي حركات لانشر. مت يا اسطوره. بالفعل اسطوره، يعني وصل لاخر شيء وبنى يا عم محترف. في عندنا دروب طور، شو اسمه هذا الطور؟ ما بعرف، رامبل، شو اسمه والله نسيت. اوكي هاد الجلاد شو شارح عنها من اول ما نزل الفلير جان، راح يضل في الهواء بس راح ينزل بعد تقريبا 20 ثانية. اوكي سيارة الداتسونا او المنصوري داتسونا. وات، لا في جلاتش بالسيارة، انتبهوا لا حد يسوي انه ينزل من مكان عالي بالسيارة وبنفس اللحظة ينزل لأنه راح يموت، انتبهوا. والله
ما بعرف يعني. اوكي لا تنزل من مكان عالي ولا تنزل من السيارة بتموت. الله يرحمك رح تنزل عليك. شوفوا شوفوا جليتشات السيارات مو طبيعية، لازم يحلوهم لازم. يعني شي بتطلع سيارة فوقك وبتموت، شي بتنزل عليك. اوكي هاد معقول يجيبها؟ معقول يجيبها؟ معقول؟ يا اسطورة يا اسطورتي. هي 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 تريك شوت بالسيارة. اوكي على فكرة هاي المدينة مسحوب عليها شكلها. كيف طيرها؟ شو اللي صار؟ مو طير الهليكوبتر؟ والله ما بعرف شو صار، شو عم يضحك ما بعرف. كأنه قتل البعيد صح؟ قتل واحد غيره. اوكي سيارة مع الكراش باد. عم يسوي فيها حركات. وات وات. شوف الدروب وين نازل، نازل جوا السيارة. تفضل هلا. بينفتح ولا ما بينفتح؟ بينفتح. وات طلع فوق. يا عم السيارات في في فيها جلتشات، فيها جلتشات. هذا الموسم فيه اكثر جلتشات من بين كل المواسم. اوكي في عنا بتوقع رح يسوي الحركة انه بالكراش بات، شرحت عنها والكل بيعرفها. اوكي ليتس جو. على اخر ثانية كان بيموت حتى، بس ما طلع كثير. شو اللي صار؟ كمان عم يسوي مرة ثانية. اوكي هاد باني جسر، باني جسر وحدة صح؟ مع مدينة بتطلع او شي بيطلع لفوق. هدول شكلهم عم يلعبوا بلاي جراوند. شوف المدينة اللي مسويها فوق، او البناء اللي مسويه فوق وعمل سباق سيارات شكله. واو واو شوف عامل مثل لعبة واحدة او سباق سيارات اللي بينزل الثاني لتحت. واو والله مبدعين جد مبدعين. يعني مسويين لعبة وحدهم، لا وبلاي جراوند مو كرياتيف. يعني هذا الشيء كله راح يروح يا اساطير. اوكي عندنا لانشر سيارة بالاضافة ل المحطة. شو راح يصير؟ راح تفجروا بعض؟ هلا اذا استخدم اللانشر على السيارة شو مسوي؟ واو هالجلتش. لا نزل تحت، تحت البناء. لا مو بس وبيموت، يا ريت بيضل تحت. اوكي كفو. هو صار شي غريب، هو صار شي غريب، هلا صار شي غريب. تفضل اجوك البوتات المعفنين اللي اعفن شي باللعبه، يعني ضايفين لنا اياهم ليش؟ ما بعرف، ما بعرف ليش ضايفينهم هيك هيك هيك، عشان بس هيك انه نحط لك بوتات. شو الفائده منهم؟ ما بعرف. كانه صار شي بالوكاله، كانه عم تغير لونها ولا انا احول. يا عمي عم تغير لونها ليه؟ لا مو بس هيك كمان البوت، البوت مين شاله؟ مين نومه؟ يلا عم يضحكوا علينا. ما بيكفي البوتات بنقتلهم كمان. هذا ما عم ياخذ ال جليتش. شفت هالجليتش قبل مرة؟ ما بتقدر تاخذ شيء. شفتها بتوقع بس على البي اس 4. مشاكل مشاكل فورتنايت هذا الموسم كلها مشاكل، كلها جليتشات. ولهون يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إن شاء الله المقطع يكون عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات عشان توصلكم المقاطع الجديدة أول بأول. وإذا كنت حابب إنك تدعمني لا تنسى استخدام كود الأيتم شوب HMX. هذا الكود جدا راح يساعدني إذا استخدمته. وبس كان معكم سبايدر من قناة سبايدر جيمر. Peace out. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just...